البخانة في البلد لما كل واحد موصل ب60 جنيه الوقتي، وكل الرز بقى ب6 جنيه و6 ونص، والمكرونه ب7 جنيه، والدنيا خير. ما في على التعديل بتاع الراس بتاعه، وطبعا تجي 70 جنيه و80 جنيه، والناس هناك لو الناس عارفه من الغاله والزفت اللي عامله الريس ده والجنه، فين الراس اللي عامله؟ ما غير يقول لك الريس هيعمل هيخلي راس، لا طعم مساحه، لا طعم ميميه، لا فيها اسعار ولا فيها زفت، وكله جاب نار، مش لاقيين حتى مصاريف ولا لاقيين زفت. ايه الشغلانه دي؟ ويقول لك الريس هيخلي الناس تبقى عايشه في عيشه ميه، فين العيشه الميه؟ على انا بلاقيه مضايق في الايام المجندله دي. الشغلانه بتجري.